أحسن الله إليكم وفضيلة الشيخ. هذا السائل يقول يسأل عن الشخص الذي ذهب إلى المسجد الحرام بغرض الزيارة ولم يؤدي الطواف أبدا وهي تحية المسجد الحرام، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لكن السنة في حقه أنه حينما يصل إلى مكة يبدأ بالطواف لأنه تحية المسجد الحرام، فإذا تركه ليس عليه شيء لأنه تارك لسنة. والطواف بالبيت عبادة، قال تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فبدأ بالطواف لأنه من خصائص البيت فهو أكد من صلاة النافلة، وكونه حرم نفسه من الطواف هذا نقص في حقه، ولكن لا ليس عليه شيء لأنه تارك لسنة. نعم.